هذا التقدير انه انا بقتله ممكن ترد يعني الجهاد بكم من صاروخ وانتهينا من القصة، لكن النتيجة اليوم انه الفصائل المقاومة المشتركة لا ترفض ان ينتج معادلة جديدة حتى لو كان الاغتيالات موجهة لفصائل الجهاد الاسلامي او غيرها، انه الدم بالدم والصاروخ بالصاروخ، بترمي صاروخ بنرد عليك 10 صواريخ بالضبط. اليوم هذا التدحرج يجعل نتنياهو في مأزق. اليوم يصرخ هو باتجاه مصر لأنها دائما هي الوسيط في موضوع التهدئة، والمقاومة ترفض النظر في هذه التهدئة حتى اللحظة، وكما ذكر الدكتور سعيد ترفض المقاومة النظر حتى في التهدئة، مع أنه دائما المقاومة هي يعني يفترض أنها هي الأضعف اللي يفترض أنها الحلقة، لكنه اليوم هو يواجه حالة من الشلل. أنا كنت أستمع قبل شوي لبعض الناس، روح على مدن فلسطين 48 يعني في داخل الكيان، في الداخل داخل الصعيدي اليوم حالة حضرة جوال، ما في ولا إنسان بمر في الشوارع في تل أبيب، في بئر السبع، في طبعا في محيط غزة، عسقلان، كل هذه المدن اليوم نصف فلسطين المحتلة اليوم في حالة شلل تام. حتى مطار بن غوريون قبل قليل يعني قبل أقل من ساعة وساعتين حول عدد من الطائرات إلى مدارج وخطوط جديدة لأنه يخشى من أن تواجه أزمة. اليوم الكيان في أزمة، ولذلك هو يبحث عن المقاومة مصرة. بس أكمل هالعبارة، المقاومة مصرة في هذه العملية كما في العمليات السابقة اللي في شهر 4 واللي في شهر 11 العام الماضي حد السيف، أن تكون الخطوة الأخيرة في الحرب إلنا مش إله. أنت بدأت، بس إحنا اللي بنقرر متى الختام، متى ننهي هذه الحرب ومتى ننهي هذه المواجهة. طيب، نتنياهو صرح بأن لديه علاقات يعني ممتازة جدا مع بعض الدول العربية، وفي المقابل هناك السلطة الفلسطينية وبعض الإدانات العربية والعالمية والتي تحمل المسؤولية، يعني تحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية هذا الانهيار في قطاع غزة. هل فقط نكتفي مهندس في الإدانات العربية، وفي المقابل يرد نتنياهو أن لدي صداقات وعلاقات جدا قوية في العالم العربي؟ يعني كيف على المجتمع العربي تجاوز مرحلة الإدانات، رح أسألك أيضا كجبهة عمل إسلامي، الخروج من الإدانة إلى الفعل الواقع، هل نستطيع ذلك؟ بالطبع الحقيقة نستطيع، لكن أول أود أن أقول أولا الحقيقة حتى الإدانة مش موجودة. مين قال؟ أنا ما سمعت الدول العربية اليوم الأردن أدان، نعم يعني يمكن اليوم، أما الحقيقة والسلطة الفلسطينية بس دول الخليج في حدا أعلن إدانة؟ ما سمعت، يمكن إلا قطر. ما سمعت دول عربية أدانت، الجامعة العربية طبعا في حالة تونس أدانت، تونس يعني هل تخدر المجتمع العربي؟ لكن الحقيقة في لا، الدول الكبرى إذا جاز تعبير مصر سعودية ما ماشية في مسار التسوية ومسار مسار صفقة القرن وفي هرولة للتطبيع من عدد من دول الخليج باتجاه الكيان الصهيوني. هذا المسار الحقيقي اليوم، هذه الجامعة اللي شفناها انتفضت لما صار الدخول التركي اليوم ساكتة، وينكم طيب؟ وين الجامعة العربية؟ طبعا هذا عدوان إسرائيلي، الحقيقة هم أقرب إلى إسرائيل وموقفها من موقف الفلسطينيين، ولذلك مؤسف الحقيقة هذا البؤس العربي. وأعتقد أنه الأمر إذا استمر الليلة إلى الغد لا سترون الشوارع يعني العربية ستبدأ تتحرك، لأنه الناس يعني تعرف العدل كجبهة عمل إسلامي شو رح يكون دوركم إذا استمر هذا العدوان؟ سنتحرك في الشارع في نصرتهم، لن نسكت، لا يمكن أن نقبل أن نسكت على يعني حالة لأهلنا في فلسطين يعني اتجاه هذا القضية. لابد من وقفة شعبية في الشارع العربي، ومنها طبعا وطبعا مؤكد عمان، لأنه دائما عمان هي رأس الشوارع العربية، إذا تحركت عمان تحركت كل العواصم وكل المدن وكل ولذلك الحقيقة نحن نعتقد أنه اليوم هذا العدوان لا يمكن أن نشكت عليه. تركوا في بيان تطالبون فيه المجتمع الدولي والدول العربية، وهناك الحقيقة قرارات متجه فعاليات خلال الأيام القادمة تستمر هذا العدوان حتى الغد. طيب، احنا بعتذر منكم. ينضم الينا عبر الهاتف الان الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف. اهلا بك استاذ مصطفى. مساء الخير لكم جميعا. عبر الاقمار الصناعيه، عفوا، اهلا بك.
أستاذ مصطفى، ما هي خلفيات هذا التصعيد الإسرائيلي خاصة في هذا التوقيت، وهل سوف يأخذ أبعاد أكبر من مما نشهده اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن خلفيات هذا التصعيد كان السبب الرئيسي فيها نتنياهو، لأن نتنياهو يعاني من أزمة سياسية داخل المجتمع الصهيوني ويريد الخروج منها، ويريد تشكيل حكومة وحدة وطنية لأنه يعتبرها هي المنقذة لوضعه القانوني، خاصة أن القضاء الصهيوني ينتظره لكي يخرج من المشهد السياسي حتى يتم اعتقاله. هذه ربما واحدة من الأهداف التي سعى إليها نتنياهو. ثم عندما استهدف الشهيد بهاء أبو العطا كان يريد أن يوجه رسالة إلى إيران، وكأن بهاء أبو العطا هو من يعمل باتجاه إيران، وأعتقد أنه كان مخطئا في هذا الأمر ويقول لإيران أننا سنقطع اليد التي تتعاون معكم. أعتقد أن ما يحدث الآن من ردود أفعال من قبل المقاومة الفلسطينية جعل الاحتلال الصهيوني يندم على ما قام به نتنياهو، رغم أنه كان يحاول تحقيق أهداف ذاتية وليس أهداف لصالح المجتمع الصهيوني. وأنا في ظني أن الأوضاع مقبلة على تصعيد أكبر، خاصة في ظل استمرار المقاومة التي تدافع عن نفسها. نعم أستاذي الكريم، أنت تحدثت عن تصعيد قادم. أستاذي، هل ستلتحق فصائل المقاومة مع حركة الجهاد الإسلامي بحربها على الاحتلال؟ هذا سؤال بديهي يعني، والفصائل هي ملتحمة مع حركة الجهاد الإسلامي، وهناك تعاون كبير بين هذه الفصائل. ليس الجهاد وحده في الساحة ولن يترك وحده، الجميع بجانبه. هناك كثير من العمليات المشتركة، وهناك غرفة عمليات تتحكم في طريقة الاشتباك مع الاحتلال ومتى يشتبك وأين تقف وغيرها من القضايا المتعلقة. نعتقد أنها كوحدة في الميدان كبيرة بين كل القوى والفصائل الفلسطينية. نعم. طب أستاذي، يعني السؤال الأخير، ما هي تداعيات هذا العدوان الغاشم على غزة في ظل إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني؟ سيدتي، أنا أعتقد أن موضوع ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ليس له علاقة على الأقل من الجانب الفلسطيني فيما يحدث من تغول وعدوان من قبل الاحتلال الصهيوني. الفلسطينيون سبقوا وأن قالوا وأجمعوا أنهم مع الانتخابات، مع تجديد الشرعيات، وهذه مسألة تحتاج إلى ترتيبات فلسطينية، ولن تتوافق أو ربما تتأثر هذه التوافقات بهذا العدوان، بل العدوان سيواجه من قبل المقاومة كما هو حادث الآن، ويجعل الاحتلال الإسرائيلي كما قلنا يندم على ما قام به.